يقول السائل: ما هو العلاج من الرياء في طلب العلم؟ أولا سل الله عز وجل أن يجعلك من المخلصين لوجهه في طلب العلم. ثانيا تذكر الآخرة ومصيرك إلى الله عز وجل، وأن الله تبارك وتعالى سيجعل لك بهذا العلم درجات، ويجعل لك فوزا بمكرمات لا يتحقق ذلك إلا إذا أخلصت القلب من الشوائب. أخي، لماذا ترائي بالعلم؟ من هذا الذي ترائيه وتريد أن ينظر إليك؟ إن كان الناس فأين نظرة الناس من نظرة رب الناس؟ وإن كان عجب الناس فأين رضاء الناس من رضاء رب الناس؟ يا هذا، لو أخلصت لوجه الله في العلم فكانت كلماتك لوجه الله، وخطواتك لمجالس العلم تروم بها مرضاة الله، وكذلك كتابتك للعلم، وكذلك قراءتك ونظرك وتفكيرك كله لوجه الله. أي درجات وأي حسنات وأي مكرمات تفوز بها مجلس واحد تقوم منه بآلاف مؤلفة من الحسنات مع الرضوان ورفعة الدرجة عند الله تبارك وتعالى؟ ما الذي يأخذه الإنسان لو أصبح من أعلم الناس فوقف في المجالس فحدث وتكلم ورمقته الأبصار؟ ما الذي تغنيه؟ ما الذي تغنيه تلك الأبصار والأسماع من الله؟ ما الذي يستفيده الإنسان إذا أثنى الناس عليه ومجدوه ورفعوه وأعطوه من العلم ألقابا وكان عند الله في سفال؟ ما الفائدة إذا رضي العباد وغضب رب العباد ولم يرضى العباد والله عز وجل ساخط؟ أخي، راقب الله عز وجل في العلم، فإن العبد إذا تذكر الآخرة وتذكر أن هذه الكلمات والأفعال والأقوال من العلم قد اختصها الله للآخرة واختارها واختار أهلها للآخرة، دعاه ذلك إلى الإخلاص لوجه الله. لو تذكر الإنسان السلف الصالح المخلص لوجه الله في طلب العلم، كيف هم الآن في القبور ينعمون بحسنات ودرجات كتبهم نقرأها، رحمات تغشاهم في القبور، ودرجات عند الله عز وجل تنتظرهم يوم البعث والنشور. والله لو أن الإنسان عرف من هو الله الذي يعامله لهان عليه نظرة ما سواه، وهان عليه أن يرضى الله عنه أم يرضى الله عنه ولا يرضى عنه غير الله كائنا من كان. أخي في الله، أهل العلم هم الصفوة، هم الصفوة في الإخلاص، وهم الصفوة في مراقبة الله والخشية من الله ومعاملة الله. وإذا كنت ترائي في طلب العلم فكيف غدا تقف أمام الناس مذكرا، وكيف تقف أمام العباد مبصرا، وكيف تقف أمام العباد هاديا وأنت لا حظ لك في الآخرة؟ فلذلك أخي، جاهد نفسك في المعاملة مع الله تبارك وتعالى، والله عز وجل هو الذي يهب الإخلاص. واستدم دعاء الله، فما استدام عد دعاء الله إلا آتاه الله. وللإخلاص في العلم حلاوة، ولفقدان الإخلاص مرارة، وأعظم مرارة يجدها إذا وقف بين يدي الله عز وجل فقال الله له: يا عبدي، ألم أعلمك وكنت جاهلا؟ ألم أعطك كذا وكذا؟ فذكره بنعمته فقال له: ما الذي عملته لي؟ فجاء بأقواله وجاء بأفعاله، وقامت الشهود على أنه لا يريد بها وجه الله عز وجل. كيف يكون مقام العبد؟ يقول: يا ربي، علمت وتعلمت فيك ومن أجلك ومن أجل مراضيك. فيقول الله له: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت. نعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم أن نكون صاحب تلك المقالة، ونسأله أن نكون ممن قال الله له: صدقت، وقالت الملائكة: صدقت. فلذلك أخي في الله، تذكر ما الذي تستفيده من المراءة. وقد صح في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لينال به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. فنعوذ بالله عز وجل من قول لا يراد به وجهه. والله تعالى.